لماذا هذا المفصل أكثر عرضة للخلع؟ يعني أنا أشرت لها في بداية باختصار أنت الموضوع. نعم بسبب الصفات التشريحية والوظيفية، أي مستوى الحركي العالي، وأيضا مهم جدا الحقيقة وظيفة العضلات حول مفصل الكتف اللي هي بتعطي كمان ثبات. يعني بدي أعطي مثال بسيط، لاعب الجمباز مثلا لو أي واحد مش متدرب يعمل حركات بيخلع كتفه مباشرة، لكن هو متدرب إنه متى يستخدم هاي العضلة لإعطاء الثبات. فبالدرجة الأولى سبب الخلع اللي هو الصفات التشريحية والوظيفية للمفصل. طيب من تصير حالة خلينا نقول الخلع دكتور، يعني أول مرحلة خلينا نقول تشخيصها، كيف يتم التشخيص ومن ثم نذهب إلى العلاج؟ نعم بالبداية طبعا هو بيجي اللي عنده خلع في مفصل الكتف بيجي ماسك إيده بطريقة معينة، أنا عرضت في الصورة رقم 2. نعم ممكن إذا نشوف الصور بيكون ماسك إيده بطريقة معينة، عنده ألم شديد ولا يستطيع تحريك الكتف، يكون ماسك الإيد دون أي حركة. أي نعم هي واضحة الآن الصورة. إحنا لما نشوف إذا بلاحظ هون الكتف اليمين اللي بالصورة يبدو الطريقة اللي ماسك فيها إحنا بالنسبة لنا نعتبره خلع. الآن بنأكد التشخيص بإجراء صورة الأشعة. صورة الأشعة طبعا تظهر المفصل خارج مكانه، كمان في الصورة اللي بعدها الصورة الثانية الآن شوف إذا بتلاحظي هون اللي على اليسار هذا المفصل في مكانه، بس بتلاحظي الصورة اللي على اليمين المفصل رأس المفصل طالع صاير إلى الداخل، واضح؟ يعني مدغم هون داخل في تداخل بينه وبين صحر المفصل. الآن التشخيص بيعتمد هذا يعتبر خلع أيضا؟ خلع في المفصل، هذا خلع أمامي للمفصل، هو أغلب حالات خلع المفصل. نعم خلع الأمامي. طيب في حالات الخلع يعني أول مرحلة خلينا نقول مثلا إرسال للأشعة للمريض للصورة بالضبط الأشعة. بالضبط إحنا ما بنحاول أبدا حقيقة نحرك إيد المريض أو المفصل قبل ما نعمل الصورة، ولسبب أنه نستثني وجود كسر في بعض الأحيان، خاصة عند الكبار في العمر بيكون عنده كسر مرافق مع الخلع، فإذا إحنا أجينا نرجع الخلع وفي كسر ممكن نسبب إزاحة في الكسر، وهذا حكي راح أحكي عنه في العلاج حقيقة، ولهذا مهم جدا نعمل صورة الأشعة العادية صورة التشخيصية قبل كل شيء. قبل كل شيء. طيب تأكدنا ما في كسر، شلون بتصير المرحلة الثانية؟ الآن بنعمل عملية إرجاع أو رد الكسر. رد الخلع جراحي؟ أبدا. الآن في عدة تقنيات موجودة حقيقة أو كيف الطريق البروسيجر كيف نرجع الخلع، في عدة طرق لكن أغلبها غير آمن من ناحية أنه قد هي ميكانيكية مو نعم تكون؟ طريقة إرجاع أنه ممكن يحدث كسر حقيقة في العظم أو ممكن يحدث إصابة في الأعصاب. حقيقة الطريقة اللي أنا بتبعها اللي هي طريقة بسيطة جدا، بجوز في صورة إذا سمحت تخلينا إياها. ممكن نعم شوفي هون هاي طريقة حقيقة قديمة موجودة، انه تخلي المريض ينام على بطنه وينزل ايده ويحمل الثقل يعني تقريبا الثقل 20 دقيقه بيرجع المفصل لحاله. هاي مثل سحب الفقرات بالضبط هو لحاله. فمجرد انه هي المبدا العام انه المريض يرخي عضلاته، مجرد انه ارخى عضلاته بيرجع المفصل بسهوله، لكن اغلب اللي عنده خلع متالم، فاذا بيجي تحاول تحركه بشد عضلاته فهذا الحكي بيعيق عمليه ارجاع المفصل. ولهذا الطريقه اللي احنا بنتبعها عكس هاي تماما. الصوره اللي بعدها اغلبك، فاحنا شو بنعمل؟ بنسحب ايد المريض للاعلى، بنخليه نايم مستلقي وهي مرتخيه، بنعطيه مرخي عضلات يعني مهدئ، وبعدين بنضل ماسكين ايده وشادينها الى الاعلى دون اي حركه، لا حركه بدون ثقل لا حركه، مو احنا بدل الثقل لانه للاعلى هو مستلقي المقاومه. والان مجرد انه نخليه يهدى يقلل الحركه بترخي العضلات بيرجع المفصل. الان في حالات قليله حقيقه ما بنحاول نرجع المفصل في الطوارئ، إنما بنرجعه في العمليات. متى مثلا يكون المريض عنده كتلة عضلية كبيرة يعني تحت بنج تخدير، تحت تخدير موضعي، تخدير عام كامل. طبعا أغلب الحالات بهاي التقنية أنا خلال السنتين اللي فاتوا ما احتجت ولا مريض أدخله غرفة العمليات. ممتاز. حتى المريض الكبير في العمر واللي عنده هشاشة، يعني أنا إجاني مريض عمره 80 سنة عنده هشاشة واضح، عنده خلع، وهي من الحالات النادرة لأنه الكبار في العمر بيكسر المفصل بيكسر العظم قبل ما يخلع المفصل. لكن هذا المريض ما كان عنده، كان عنده خلع وتمكننا نعملها بالطوارئ بهاي الطريقة. أهم شيء الهدوء لما نرجع المفصل، ما نحاول نشد ونحرك، مجرد شد رخى المريض عضلات ترجع تماما. وكثير حقيقة في ممارسات خاطئة من ناحية يضلوا يعمل حركات. ما هذا السؤال انه يمكن انت ماذا تشوف؟ انا ماكو صورة قدامك شعاعي او سونار، فشلون تعرف انه رجع أنا من أنا الصوت بحكي لك يعني. بس قبل بدي اكمل موضوع الحالات اللي ما اللي ما بعملها بالطوارئ ابدا لما يكون في كسر. اي نعم هاي الحالات خاصة ويجب التعامل معها في غرفة العمليات، كل حالة حسب خصوصيتها. أكيد. الآن كيف برجع بعرف انه رجع المفصل رجع مباشرة؟ المريض بحسه انه ارتاح، الحركة في المفصل رجعت طبيعية. هو راح يكون تحت البنج؟ لا بيكون شاعر، انا بحكي في الطوارئ. ها في الطوارئ مهدئ. نعم مجرد مهدئ بيكون مسترخي، لما بيرجع المفصل بحس المريض ارتاح. المسألة الأخرى انا بحس فيه لما بيرجع الحركة، لما بحرك المفصل رجعت طبيعية. الآن بعد ما ارجعه كمان ضروري اعمل صورة
صورة أشعة. أكيد أكيد الهدف حقيقة عشان أتأكد إنه المفصل رجع مكانه، والهدف الآخر إنه أستثني وجود كسر، لأنه أحيانا لما بيرجع صح نعمل، خاصة بالتقنيات القديمة مم. بالطريقة اللي بستخدمها ما في حالات وصفت وجود كسر، نعم لكن أنا بحكي لك بدها صبر ووقت، بضل شاد إيد المريض تقريبا 5 إلى 10 دقائق من غير أي حركة. واضح؟ إلى أن ترجع ما شاء الله. أنت تحب اختصاصك على ما يبدو جدا. لذلك إذا أشوفك متحمس وتبدع في وصف الحالة. الله يخليك دكتور أسعد. أيضا عندنا من الحالات الشائعة التهاب الأوتار. نعم انا بيني وبينك اردت يعني تركز لي على هذا اكثر من خلاص شكلي عندي التهاب، بس خليني بس يعني ادوه لنقطه مهمه. نعم. حقيقه قبل ما نروح التهاب الاوتار في موضوع خلع المفصل. يعني انا صحتي انه اللي عنده خلع ما يستنى تيصير متكرر، لانه وهي بجزء مهم اطرحها، يعني راح يكون قابليه بالمفصل انه يتكرر. لما رجعت الخلع ما انتهت المشكله حقيقه. طيب يعني المريض اللي عمره اقل من 20 سنه 100% راح يرجع الخلع 100%. يعني في الدراسات وجدوا انه مي اغلب يعني كلهم رجع الخلع، يعني اكتف دائما حركه لانه صغير ومستوى النشاط عالي واحتياجاته الوظيفيه عاليه، فممكن يخلع. المساله الاخرى عند الرياضيين اللي اقل عمرهم اقل من 30 سنه كمان بدهم عمليات لاحقا يعني بعد الخلع، او في اي حاله في تكرار الخلع، مثلا مريض عنده خلع ما عمل عمليه كان عمره اقل من 20 سنه نصحوه الاطباء يعمل عمليه ما عمل عمليه، رد تكرر ما بستنى تصير 5 و6 مرات و8 مرات. شو إجراءات العملية؟ شو تثبت المفصل؟ خليني أحكي لك. نعم. مهم جدا إنه ما نأخر. ليش؟ لأنه مع كل خلع بيصير إصابة في المفصل، بيصير ليونة في حافظة المفصل، تغيرات بلاستيك ديفورميشن تتوسع، يعني تتوسع وبنفس الوقت بيصير خسف في العظم زي كسر انبعاجي مدغم. أي نعم. بيصير خسف، فبالتالي بتصير العملية اللي أنا ممكن أعملها بالمنظار ساعة في جروح صغيرة، كل جرح سنتي تقريبا جرحين أو ثلاث. نعم. بتصير لازم أعمل عملية فتح، وقد أحتاج أنقل العظم. يعني في صورة إذا بيعرضوها لاحقا إذا ممكن معانا صور عيني أخرى مخرجنا سامر. نعم. فبالتالي الحالات الخلع عند الشباب بدها عمليات تثبيت الحلقة الغضروفية أغلبك اللي بعدها ممكن هاي العلاقة اللي ممكن يستخدمها. طبعا هون في مفهوم خاطئ إنه في كثير بيجوني للعيادة كان عنده خلع واستخدم العلاقة لمدة 6 أسابيع. هذا خطأ أنا بعتبره، يعني يعتبر علاج لأنه مش علاج، بالعكس هو ضرر. ليش؟ في الكبار في العمر اللي عمرهم أكثر من 45 سنة المشكلة تيبس المفصل، فالعلاقة بتساعد على تيبس. والصغار اللي أصغر في العمر الأصغر المشكلة تكرر الخلع، العلاقة 6 أسابيع رح تضعف العضلات ورح يتكرر الخلع، ولهذا أنا بحطها مجرد 10 أيام أسبوع قبل ما يخف الألم ترجع الحركة كويس، وببدأ برنامج التأهيل لتقوية العضلات للمرضى اللي ما بيحتاجوا عمليات. واضح الفكرة؟ واضحة. طيب هلا الصورة، الآن هاي الصورة. نعم. الضرر اللي بيصير حقيقة في بعد الخلع الأول اللي هو انفصال الحلقة الغضروفية، إذا ملاحظة هون ما بعرف إذا أنا ببين وأنا بأشر، الحلقة الغضروفية اللي هون اللي عليها الخط الأسود إذا ملاحظة في انفصال إلها. أينا. إحنا بالعملية بالمنظار بثلاث جروح صغيرة بنقدر نثبت الحلقة الغضروفية بأوتاد خاصة بنزرعها بالعظم ونثبت عليها الحلقة الغضروفية بحيث يمسك. بحيث يمسك. طبعا هاي للحالات اللي ما تكرر الخلع. الآن طبعا في حالة هاي قاعدة عامة، إحنا في عنا حالات، يعني أنا عندي مريضة عندها 25 مرة خلع بس ما كان عندها تغيرات ثانوية عملنا لها بالمنظار. ما شاء الله. وفي عندي حالة 25 مرة. وفي عندي بنفس حالة المفصل. بالضبط. وفي عندي حالة خلع مرتين لكن عملت له عملية جراحة. ليش؟ لأنه عنده ليونة شديدة جدا في الـ في الـ في الأربطة. بس الصورة اللي بعدها تعقيب. أنطيك تعقيب أنت لأن عندك معلومات كثيرة وتريد كلها بسرعة تعطينا إياها. أنت يعني مشكور. تعرض لنا الصورة اللي بعدها. لا المخرج بس يقول إنه هي ليش 25 مرة يعني خلع المفصل، لأنه يعني تلعب مصارعة مثلا. خايفة من العملية. لا تلعب مصارعة. لا ما أنا بحكي لك الآن في بعض الحالات الخلع المتكرر بصير يخلع في البيت وهو نايم. يعني ما بده إصابة يخلع. نعم. واضح؟ نعم. لأنه كل مرة بيخلع بصير عرضة أكثر إنه يخلع بسهولة أكثر. بس يعني مشكلة. أنا عندي مريض عملت له عملية نقل عظم عنده خلع أكثر من 100 مرة، مريض من العقبة. هذا واضح؟ هذا بس هذا ما بينفع بالمنظر، هذا لازم ننقل له عظمة لأنه كان الخسف في العظم كبير. هذه الصورة اللي بعدها أنا. نعم. بعرض كيف، شوفي مثلا هون الصورة الوسطانية ملاحظة كيف شكل صحن المفصل زي الإنجاص. اوكي تماما. الان بتلاحظ الصوره الوسط الجزء الامامي رايح منها صح، بهيك حاله ما بنفع عمليه في المنظار. بدنا نعوض الخسف بنقل عظم اذا بتلاحظ الصوره، يعني نوع من الترقيع كانه نعوض الخسف الموجود في العظم. نعم اي يعني ترقع. نعم. العظم الان المريض اللي حكيت لك عنه عنده خلع مرتين لكن عملنا له عمليه جراحه فتح. الصوره اللي بعدها اغلبك كان عنده ليونه شديده، تخيلي طلع ايديه وجسمه. بهيك حاله لا شك انه لازم نضب حافظه المفصل. ما بصير هذه معناتها يعني رخاوه بالمفصل. رخاوه احسن. هلا هذا المريض اجى عندي عشان اعملها بالمنظار.
لكن حكيت له انت بالذات ما بينفع معك الموضوع. لماذا؟ بسبب الرخاوي الشديد اللي عنده. طيب شلون تعالجها؟ بده عمليه انضب حافظه المفصل، عمليه خاصه حقيقة. ولهذا كل حاله لها خصوصيتها.